الوزير الجديد لو بس الشعب والبلطجيه ادركوا ان هو جاي والساده البلطجيه والساده الشرفاء البلطجيه لو ادركوا ان وزاره الداخليه والمجلس العسكري عندها اراده الحسم كله هينزل في الجحور. وانا بشوف ان في اسماء في الاسماء عشان بس ما حدش يشكك في ان احنا طول الوقت كنا وزاره ضد وزاره الداخليه من حيث المبدا كده، لا انا بشوف لواءات من اللي موجودين دول زي اللواء احمد جمال واللواء حامد عبد الله كلهم محترمين، كلهم بجد ناس تقدر تعمل حاجه بس لو في اراده سياسيه، والاراده السياسيه دي يملكها المجلس العسكري. المجلس العسكري يبقى عنده اراده سياسيه لتحقيق الامن ويبقى وزير نظيف زي احمد جمال او حامد عبد الله، انا بتصور الامن هيتحقق في اسبوع والموضوع يخلص. يعني الموضوع مش معضله على فكره، ودول عندهم الكفاءات يعني والخطط اللي تقدر تلم الدنيا، بس لازم اراده سياسيه. والإرادة السياسية دي أنا رأيي هي اللي ناقصانا، هي ناقصة المعادلة أن يكون عنده المجلس العسكري إرادة الحسم. طيب هرجع تاني للأستاذ محمد، حضرتك بتقول أنه أي اسم بيبقى فيه كده اتجاه لاختياره على طول تقوم طالعة اللي يقولك ده أصل فلان كذا، أصل ده كان شارك في كذا، فبيستجيب وبيغيره. وده طبعا المفروض بيبقى فيه عنده ملف تحريات وملف أمني، أن ده كويس خلاص والتزم برأيه.